هو الأنتاركتي غير شكل الفاشن في مصر. قصة طويلة بدأت من زمان قوي، حابين المشاهدين يعرفوها. حضرتك بتديني أكتر من حجم. لا طبعا ما أقدرش. ما فيش حد بيقدر يغير شكل الموضة في أي بلد إن كان، بس بيبقى فيه فترات زمنية الواحد بيبقى فيها فراغ، نوع من الفراغ، ويمكن هو ده اللي بيخلي الفرصة تظهر، بنسميها الأوبورتيونيتي. بس الناس اللي بتقدر تشوفها أو اللي بتفكر فيها أو يمكن التايمينج بتاعها كان ده الوقت المناسب، هو ده اللي خلى إن ممكن نقول عليها الشهرة اللي جت بعد ما ابتديت أشتغل في الفاشن والكلام. كان في بداية. أيوة، ما هي الشهرة دي ما جاتش كده، هي الشهرة دي جت بعد ما كان في موقف وتعلمت من موقف ودراسة وجهد وتعب وتحديات وحاجات كتير قوي. صح، هو في بداية لازم أقولها لكل حد عايز يبتدي حاجة، مفيش بداية بتبتدي من غير حلم، بس مش حلم واحنا نايمين يعني. أيوة، حلم أحلام اليقظة. أيوة، يعني الواحد بيتخيل حاجة معينة وفي ناس بتدوس عشان تعملها وفي ناس بتحلم بيها وبتقول بس أنا مش قدها. فكان شخص عزيز عليا علمني، بس هو توفى دلوقتي، من وانا صغير قال لي خلي احلامك تبقى اكبر بكتير من اللي انت تقدر تعمله. فعلا مش ده يحبط ولا ما يحبطش؟ لا، لان لو احلامك زي اللي انت بتعمله دي مش احلام، دي في متناول الجميع، اي حد يقدر يعملها، لكن لو حلمت بحاجه انت بعيده المنال هنا التشالنج بيتخلق وهنا العزيمه بتبان انك انت عايز تروح تحقق ده. وحضرتك حلمت بحاجه كبيره. هنبتدي نقول انا زي ما يعني بتقولي كده، في الموقف بدا من وانا صغير لما اكتشفت ان الستات بالتحديد لما بيفتحوا دولاب هدومهم بيقولوا انا ما عنديش حاجه البسها النهارده. ايوه، هي انا لما قلت حكايه الكلام ده لستات يعني بيقولوا لي اه صحيح ده حقيقي، وده كان الحال مع والدتي ومع اختي، وده من وانا صغير خلاني اقول طب ما هو الدولاب مدروز ولسه ما عندهمش حاجه يلبسوها، وبكره يعملوا شوبينج هيشتروا حاجات تانية، طب يعني الاستهلاك ده عمره ما هيبطل. وده اللي ولد الفكره، طب انا هعمل بقى ماركه وهنشرها في مصر كلها وهتبقى يعني كل الستات تلبس. لا ومش بس كده، وكل شهر يتغير فيها الموديلات، ما هم كل شويه عايزين موديلات جديده. من غير ما احس في دماغي كده كان الفاست فاشن بدا. يعني دلوقتي بيتعمل كده بالظبط، لكن في ذاك الوقت دي وير وبيتغير، والحاجات اللي تقدر تلبسها على طول وطول اليوم يعني على طول. في ذاك الوقت كانوا بيعملوا الناس اللي بتشتغل في الموضه كان موضه صيف. ايوه بالظبط، وموضه شتاء. النهارده كل شهر كل اسبوع كل اسبوعين بتلاقي حاجات جديده تنزل. انا بقى كان تفكيري في ذاك الوقت ان انا عايز اعمل ماركه كل شويه غير. مش قصدي اسال بس من كام سنه؟ لا ان بنتكلم من كتير يعني، نقول الا لو عايز تعرفي سني. بس لا من كتير. مش عايز، انا عشان كده قلت. يعني تقريبا من كام سنه؟ من كتير. لا انا ممكن اقول ان ده بدا، كنا يعني اولا كنت صغير يعني كنتش لسه بديت حياتي العمليه، بس ده كان الحلم بتاعي، بس كنا في السبعينات. كنا في السبعينات في ذاك الوقت وبدأت الرحلة الحقيقة بعد ما خلصت الثانوية العامة. ما كنتش عايز أعمل كلية، بس دقيت بقى لا لازم تروح ولازم تاخد شهادة ولازم ولازم ولازم، عملتها يعني اللي هو رجل ورا ورجل قدام، ودخلت كلية الهندسة لكن ما كملتهاش سنة ثالثة. والناس بيقولوا لي أنت وصلت سنة ثالثة، أقول لهم بس أنا مش حب مهندس، دي مش ابدا الميشن بتاعتي، مش ده اللي انا شايفه في حياتي. وابتديت افكر ازاي اعمل الفاشن براند بتاعي. انا مش ديزاين، لكن كنت ببقى عارف لازم البس مين ايه علشان يبقى يعني. طب ما ده ديزاينر. ممكن تقولي عليه النهارده بيسموه ستايلست. في وقتها ما كانش في حاجه اسمها ستايلست. بس حضرتك عندك الفيجن. ايوه، وعندك ايه اللي يتعمل
ويترسم ازاي وحد بينفذ. فبالنسبه لي ده ديزاينر برضه. يعني هو انا اقدر اقول يعني حاجتين، اقدر اقول واحده ست حسب المورفولوجي بتاعتها لازم تلبس ايه، شكل جسمها لازم تلبس ايه، وايه الالوان اللي تليق مع الوانها مع بشرتها مع كذا. كان عندي الملكة دي من وانا صغير، لان حتى في البيت اختي كانت بتسالني ها رايك ايه، ها رايك، وكنت اصغر منها وكنت بديها رايي، ولا لا ده وحش قوي ده نايس ده كده يعني. طب شايف ايه اللي اتغير على مدار السنين في الفاشن عامه في ذوق الستات؟ حاجات كتير حاجات كتير يعني. انا لو انا اتكلمت انا بقول لك ان كل 10 سنين في حياتي العمليه في الفاشن كان في تغيير جذري في طريقه التفكير، لان كل 10 سنين دي جنريشن جديده بتظهر. يعني النهارده لما ببص على البنات بيلبسوا ايه مثلا صغيرين في السن ما بيعجبنيش، بس بقول ده نورمال انهم يفكروا كده، هم ليه لازم يلبسوا زي من 10 سنين؟ اكيد اللي بيخلق لهم لبس بيفكر ان دولت الجنريشن الجديده ومحتاجه تعبر عن الايدنتيتي بتاعتها الشخصيه بتاعتها. فمثلا اكيد شفتي الاحذيه، انا شفت عجب الحقيقه زي الفتره دي. لا انا شفت عجب الحقيقه فاين، بس بتشوفي البنات الصغيرين والاولاد حتى مبسوطين جدا لك حلو قوي وبتاع. انا مش عارفه الانبهار من فين، بس ماشي يعني انا بنتقبل زي ولادي، ولادي بيعملوا كده. في السبعينات كان في البنطلونات الواسعه قد كده 40 سم، شارلستون شارلستون، وكان اهالينا بيقول لنا ايه القرف ده. ايوه صح بالظبط، ده طبيعي. انا ما اقدرش ان انا اقول ان الموضه السنه دي اوحش من السنه اللي فاتت او اللي بعدها هتبقى اوحش او اللي قبلها كانت احسن.